نشبع منهم الخبرة صراحة. يعني سيدنا عنده حكمة وخبرة جميلة جدا، يعني قعدت مع شوية قعدت شوية حاجات استفدت جدا جدا من سيدنا. ربنا يكرمه ويمتعه بوجوده جوه، ده شيء جميل جدا لما يكون لي أب حكيم، لما يكون لي أب يحبني، ده شيء جميل جدا. هنيئا بكم بنعمة الأب ربنا يوحنا، أب وراعي حكيم لينا كلنا ولاده، حتى قصدته احنا ولادك يا سيدنا بنتعلم منا وتحت رجليك شيلنا علمنا وخلي احنا دايما عليك ربنا اي حاجه قدمنا وواجهنا. ربنا يديك الصحه ونشكر برضه كل اباء الجهنة والشمامسة الصراحه تسبيحه جميله جدا النهارده عشان عيد الملاك. عيد الملاك يعني عيد الفرح بالنسبه لي، يعني عيد الملاك ده وانا عيد الفرح يا سيدنا. بيجي لي مرتين في السنه وبيجي لي مره كل شهر. مرتين في السنه 12 بقوم و12 بقول. وكل يوم 12 في الشهر الكنيس حاطط لنا ان احنا يحط لنا عيد ملاك جليل خليل مبوب القيامه. ده كده كتير في الاسم بتاع القيامه بنقول ايه؟ مخائيل رئيس الملائكه نزل من السماء وظهر في الحضر على فم القصر. الملاك مخائيل عارفين يعني مخائيل يعني ايه؟ مين؟ خا فين؟ من؟ مصر؟ الله. يعني الزكتورية بتاعته بتقول ايه؟ ان الله يرسل لنا من رحمه ورفاته من قبل سؤالات مخائيل. كل عطيه صالحه تنزل لنا من فوق من عند اب الانوار مثل الله رئيس الملائكه مخائيل. تخيل بقى كل عطيه صالحه احنا عايشين فيها سببها رئيس الملائكه الجميل مخائيل. هو دايما ما في الحته دي، هو مكانه في الحته دي. الكنيسه حطت لنا ان دايما ملاك مخائيل يبقى هنا في المكان ده. وكل الكنائس وكل الاديره دايما تلاقوا فيها الناس تحت على اسم رئيس الملائكه مخائيل. حتى الحصون في الاديره كل حصن دعوه كل حصن يعني اسم الملائكه معروف هي كده. الحصن يعني الملائكه. تخيل بقى فرح وحصن يبقى هو ملاك الفرح وملاك القيامه وهو الحصن لينا حتى في قدرتنا كلنا. الملاك مخائيل ده الحصن بتاعنا. الملاك مخائيل الحصن اللي بنلتجئ اليه في اي ضيقه في اي تعب في اي شده يرجع لنا. هو ينقذنا على طول، هو الملجا بتاعنا وهو يعني يحل لنا كل مشاكلنا. الملاك مخائيل احنا هنتكلم شويه حته صغيره كده للعسكريات. الملاك مخائيل لما تعملوا معاه صحوبيه تتمتعوا بيه اكتر. مش بس كده يوم 12 في الشهر، ده 12 في الشهر كده ايه ده يعني اللي عايز بس كده ياخد بركته كده بس. لكن اللي يضرب معاه صحوبيه يتمتع بيه قوي. انا كنيست في كنيست كان اسم الملاك مخائيل و25 سنه قاعد في اسم مخائيل. يعني صحوبيه يعني لما كنت بتصاحب على واحد كده شغل من ثلاثة ولا شهر ولا تبقى في الجيش مع والدك كده مثلا سنة تتعرفوا أصحاب كلية في الجيش. طب تخيلوا بقى أنا عاش معايا 25 سنة دي تبقى صحوبية إيه دي؟ ده صحوبية صحوبية على الآخر يعني صحوبية. أنا يعني حتى لما اسمي بقى توفيق يعني فرق ما بين الملاك مخائيل برضه طبيعي. هنفضل كده بس بعد الحديث سيدنا نقرا كده حاجة من عصفيان 47. ثم أرجعني عصفيان دي رؤى كده منفصلة. عصفيان دوت مليء سفر عصفيان ده مليء بالرؤى. بيقول إيه؟ أرجعني إلى مدخل البيت. أرجعني إلى مدخل البيت وإذا بمياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق. لأن وجه البيت نحو المشرق. في العهد القديم ازاي العهد الجديد؟ العهد الجديد عندنا الكنيسه بتبص ناحيه ايه؟ ناحيه المشرق. العهد القديم ما كانش كده، العهد القديم ما كانش. يبقى الآية دي وحصريات الرؤية دي موجودة لينا احنا مش العهد القديم. هي اتقالت في العهد القديم لكن تنطبق علينا
لأن رفع الميل بنحو المشرق والمياه نازلة من تحت جانب البيت الجانب الأيمن من جنوب المسبح. لما ربنا يسوع المسيح على عود الصليب نزل من جنب دم ومات. يبقى النهارده الذبيحه المقدسه اللي على المسبح دي هنا تنطبق هنا على حصريات الكنيسه اللي تنظر للناحيه المشرق وفي ميه بتنزل من جانب المسبح الايمن. ثم اخرجني من طريق باب الشمال ودار به الطريق من جانب الى الباب الخليجي من الطريق الذي يتجه نحو المشرق واذا بمياه جاريه من الجانب الايمن. يبقى الميه اللي نزلت دي اصبحت ايه بتنزل بقى حلو كده بس الميه كده نازله من جدا وجايه ايه عليه. وعند خروج الرجل نحو المشرق والفيض بيده. هي القصه الفيض دي حاجه كده قياس بيقيس بيها الملاك اللي هو ظهر الاسجاد في الرؤيا جايب له فيض. الفلاحين طبعا عارفين زمان كان في فيض بالقصه كده بتاع زمان او بالفيض. وعند خروج الرجل نحو المشرق والخيط بيده قاس 1000 ذراع وعبرني في المياه والمياه الى الكعبين. ايه بقى المياه الى الكعبين دي؟ اشمعنى اختلف الكعبين؟ الكعب هو اساس الانسان، الكعب هو اساس الانسان. يبقى الكنيسه اللي احنا بنحكي عليها دي كنيسه العهد الجديد، ولما ابتدى ينزل بينا الروح القدس ابتدى ينزل بينا الخلاص والفداء من على عود الصليب، ابتدينا ان احنا ايه؟ يجي المياه الى الكعبين. تيجي يقول لك ايه؟ مغروسين ببيت الرب. النهارده أول حاجة إيه؟ الواحد إيه؟ الصليب ده من بعض، يبقى دي القاعدة دي، أنا بغرس كل إنسان فينا بيتغرس بكعبين في إيه؟ في المية، عشان نشوف ده قد إيه عندنا كذا مرحلة بعد كده، والمياه إلى الكعبين. ثم الله سأل فمعبرني في المياه، قال له اسأل في كمان، فعبرت في المياه، فالمية جت لغاية فين؟ الركبتين. وراح الملاك قال له اسمي كمان 1000 وراح وصلت الى الحقوين. ينفع المياه تيجي للحقوين قبل ما تيجي للقلب التعبير؟ ما ينفعش، واخدها ايه؟ من تحت لفوق. ثم قص 1000 لعبرني في المياه والمياه الى الركبتين، ثم قص 1000 لعبرني والميه جت للحقوين، ثم قص 1000 واذا بنهر لم استطع عبوره لان المياه طمت مياه سباحه نهر لا يقطع. ايه بقى المياه سباحه نهر لا يقطع؟ حياتنا مع ربنا بتبتدي بان احنا نتغرس في بيت ربنا في الاول. نتغرس في بيت ربنا، عشان نتغرس في بيت ربنا لازم اول حاجه نعملها هي ايه؟ الايمان. هي الايمان، من امن واعتمد اول حاجه لازم الايمان. طيب لما نتقدم شويه بعد ما نوصل في الايمان نخش على ايه؟ على الركبتين. مين بركتك لما تيجي ايه في المطريات والسكوت نلاقي الركبتين دي علامه الصلاه، والركبتين دي الحناء والمطريات دي علامه الصلاه. يبقى اول حاجه عشان نتقدم في بيت ربنا ان احنا اول حاجه نؤمن بايه؟ بربنا. هنؤمن بربنا وخلاص على كده هنقف مش هنعمل حاجه ثانيه؟ ما ينفعش. لازم نتقدم تاني، نخش في البحر زياده شويه، نتعمق في ربنا شويه كمان، نخش على ايه؟ حياه الصلاه. يبقى اول حاجه حياه الايمان، ثاني حاجه حياه الصلاه. طب نخش بعد كده ايه؟ المرحله الثالثه على الاقاويل. اللي طبعا يعني كلكم صغيرين، لكن الكبار شويه يفتكروا زمان الفلاح وهو صغير يربط ايه؟ بوست وهو بيشتغل. الحقوين دي علامة العمل والجهاد. الحقوين ان احنا نوصل للحقوين دي علامة العمل والجهاد. لا كده عسكري واقف ورابط ايه؟ الهايش كده على بطنه علامة ايه؟ ان هو كعمل وجهاد. يبقى أول مرحلة الإيمان هنخش بعد كده على الصلاة، نخش المرحلة الثالثة على العمل والإيمان. لو لقونا على كده خلاص ما عملناش حاجة تاني. لسه ما عملناش حاجه، ده لسه في نص الطريق ما عملناش حاجه. نخش بعد كده على ايه؟
التمتع بالعشره مع الله نوصل لغايه ايه؟ سباحه نهر الله يعبر. دي بقى بيوصلها ايه؟ بيوصلها الواحد التمتع بيوصل حياته مع ربنا في حياه العشره الكامله وحياه الاتكال الكامل مع الله. ده واحد سايب حياته ربنا، واحد انت حياته كلها ربنا، امن ربنا، حمد رجليه، مرتع في الصلاة مع ربنا، وبعد كده اشتغل مع ربنا، عمل وجهات حق الرب، واصبحت حياته كلها عايشه مع ربنا. هو ده نهر السباحه، نهر لا يعبر. يعني مش واحد تيجي قداس تسمع قداس الاسبوع ده بتاع الوجه. يا سيدنا انا كنت قلت يا اخي الناس يوم ما ابتدى النهارده، طب انا كنت اخر 12 يوم هم كل تلميذ ياخدوا يوم. هو واحد الكنيسه لما تكون صلاه صوم تلتزم كلنا بالصوم، الكنيسه تكون صلاه تلتزم كلنا بالصلاه. هو ده بنخش في العشره مع الله، في التمتع بالله، الحياه اللذيذه مع الله. مش ما يبقاش ربنا والقداس يبقى مثلا واحد نازل بالعافيه وقاعد بالعافيه، لا. الحياه مع ربنا، التمتع مع ربنا مش الساعه بتاعت القداس ولا الساعتين ولا العشيه. ده انت تطلع من هنا تكمل حياتك ربنا وانت نايم في حياه صلاه مع ربنا. تصحى الصبح ايه؟ تصحى تصلي، تقرا الكتاب المقدس، في عشره، في حياه، حياه مستمره. نهر لا يعبر، مليان سباحه، مش قد شويه على قد ركبتين وكفايه عليك كده. لا، احنا في حياتنا مع ربنا بنعيش حياه كامله مع الله ال 24 ساعه مع ربنا. مش العشور، اوعى تفتكروا ان تفكروا مع ربنا العشره مع ربنا فيها عشور، لا، العشور ده في المال، في المجهود، لكن الحياه مع ربنا عمري مع ربنا. انا مش موظف، بشتغل بقد عملي، امين في عملي، ندي صوره حلوه لعملي ان ده مسيحي وسط الناس، دي حاجه كويسه. ممكن واحد انا طبيب طول النهار في عيادتي عمليات، شيء كويس انك انت تدي صوره لربنا، لكن في الاجمالي ال 24 ساعه ما خرجتش بره حدود النهر السباحه لا يعبر. يبقى النهارده انا عايش مع ربنا حياه كامله، عايش مع ربنا اليوم بتاعي كله ربنا، حتى في عملي، حتى في شغلي، حتى في اولادي، حتى لو انا مثلا طالب في الكليه او في المدرسه وانا بذاكر، وماله بذاكر وتعلم كل حاجه، لكن في الاخر برضه انا بذاكر عشان ابقى قدوه وسط الناس، ان انا ابقى حاجه مشرفه وسط المجتمع، ان انا ربنا يعزك. يبقى النهارده حياتنا مع ربنا بتبتدي بالايمان، بنزودها بالصلاه، بالعمل بعد كده بتخش على الاقوال، العمل والجهاد والصلاه والصوم والتسبيحه، ويعني فرص زي كده جميل اكيد بيعلم تسبيحه. يبقى في حياه مع ربنا، في دراسه كتاب، في ان احنا نخش جوه الكتاب المقدس، وبعد كده ندي كل حياتنا كل يوم ده في الاخر لربنا عشان نوصل لنهر سباحه، نهر لا يعبر. كل سنه وانتم طيبين، كل عيد ميلاد وانتم طيبين، وربنا يحللنا. سيدنا انبا يوحنا، سيدنا سيدنا انبا بتاعه، سيدنا انبا بولس، ولنا المجد الرب. قبل كل سنة وانتم